عرف بهذا النبي، عرف بسيرته، عرف بخلقه، عرف بدعوته، عرف بأحواله، عرف بجماله، عرف بكماله، عرف بألطافه، عرف بأخباره، عرف بأنواره قولا وفعلا. وفينا معشر المسلمين من يجهل الأمور المهمة من حياة نبي الله وسط بيته من أولاده ومن أهله. جميل إذا عبروا عن غيرتهم على رسول الله بتجمعات وهتافات ما يتعدون فيها الحدود إلى قتل أو أذن بغير حق، هذا جميل. لكن أجمل منه، أين أنتم طول السنين؟ أين دياركم؟ أين بيوتكم؟ محمد مجهول بين أهلك، مجهول بين أولادك، مجهول بين أصدقائك في العمل، ما يعرفون منه إلا مظهرا لم يصل إلى شغاف قلوبهم بعد، ما يرتبطون به، ما يعظمون تعاليمه، ما يدركون كثير من شؤون سيرته وحياته وأخلاقه وبلاغاته ودعوته صلى الله عليه وسلم. نطلب من غير أتباع هذا النبي نقول بلغوا، بلغوا أخلاق هذا النبي، حدثوا الأرض ومن فيها عن صفات هذا النبي، أحسنوا ترجمة الانتماء إليه. نقول لمن؟ نقول لمن غير أتباعه قوموا بهذا الدور في الأرض؟ نقول لمن؟ هذا دوركم أنتم، هذه وظيفتكم أنتم، هذه مهمتكم، هذه خلافة الله، خلافة الله في أرضه، البلاغ عن الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي لأجلها رأيتم وسمعتم وعلمتم انتشار الصحب الأكرمين في الشرق والغرب.